اهلا وسهلا، ازيك يا حاج محمد؟ ازيك يا ستي؟ ازيك يا امي؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. بقول لحضرتك اتفضلي ايه، اتفضلي. انا عندي ولدين وبنتين، انا ست كبيره فوق الـ80. الله يديك العمر والصحه يا رب. الله يبارك لك. فالبنت الكبيره يعني اعصابها تلفت، مره جاتني وما فيش اي حاجه بيني وبينها، ما فيش اي خصام ولا زعل ولا حاجه، نعم. بس وراحت خمتني خمه وقعتني في الارض ودب دب السكينه في ظهري وفي ايديا. المهم كان فيا صحه يعني من 10 12 سنه، الله يديك كان العمر فيا والصحة. صحه وعافرت معاها، خصمتها واخواتها خصموها وكل حاجه. دلوقتي بتترجاني اصالحها وكده، اعمل ايه؟ طب اعمل ايه؟ ما انت عايزه تصالحيها حاجه يا انا سمير؟ خايف، انا عاوزه ما انت اصالحها عايزه عشان تصالحيها؟ نعم؟ ما انت عايزه تصالحيها؟ انا خايفه من ربنا، هي بتعيط كل ايوه، يوم. ما هو ما انت برضك عايزه تصالحيها صح؟ لا بيني وبينك، مش بيني انا وبينك. بس خايفه منها تكرر الموضوع تاني. طيب ما انا هقول لك حاجه، صلي على النبي. عليه الصلاه انت والسلام. عملت ذنوب كتير قوي صح؟ الحمد لله. وربنا غفر لك وتاب عليكي. الحمد لله. من أحب أن يغفر له فليغفر لمن أتى نادما. يعني ما تعملش تاني. طيب ما أنا هقول أنا لك، بس دلوقتي لا لو أنا عملتها هقول لك، مفيش اسمعين صحة أعافر اسمعين معاها. اسمعين اسمعين. ما هو إحنا هنعمل السماح والمصالحة بس بشروط. آه. إن ما ما أنا تجيش بقول لها ما ما تجيش تجينيش لوحدك، ما أيوه ما تجيني ومعايا طول لا حد. لا ما تجيش إلا في حضور حد من إخواتها. ما اخواتها رافضين، لا رافضين الصلح. يبقى ما تجيش لوحدها. والله انا ما بتقول انا جايه بخبي لا السكاكين لا وكل لا حاجه لا لا ما من تجيش، خوفي. ما تجيش لوحدها. ممكن ما تعملها تجيش تاني؟ لوحدها، يعني معلش. يعني المؤمن كيس فطن، وأمرنا أن نحذر ولا نخون. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وهي ذنبها يعني حسابها ايه عند ربنا؟ والله الحساب معلق اما بك. تاخدني على غفله وتنزلني شو شو ترميني في الارض شوفي شوفي، وتضربني وتشتمني. الحساب معلق بك. إن أنت عفوت وسامحت عفى الله وغفر وسامح. وإن ربنا لم بيسيب حقه؟ لا ده مش حق ربنا، ده حقك أنت. ده مش حق ربنا، هو مش صلاة ولا صوم، ده حقك أنت. لو أنت قلت يا رب أنا مسامحاها خلاص عفى الله عنها وغفر لها. لكن لو انت يغفر لها قلت اللي طب اتعمل ده كله يا ربنا انت ادم يغفر انت لها. انت صاحبه الغاء، انت صاحبه الحق وغفرتي. لكن انت ما سامحتيش، ربنا ما يسامحش. دي ربنا نقطه. هيديني صواب سماح. طبعا شوفي، انا عايز اقول لك على حاجه، انت سامحتي ما سامحتيش ليكي ثواب وليكي اجر. يعني انت سامحتي ما سامحتيش ليكي اجر وليكي ثواب. انا تعبانه قوي لا وعماله اكلمكم لا ما بتردوش عليا. معلش انا اسف لك، اسف لك، هو الخطوط عندنا صعبه شويتين علشان ضغط الاتصالات، انا اسف لك. بس انا عايز اوصل لك نقطه برضك. هي برضك عملت الكلام ده وهي عن عقل واعي، ولا كانت جات لها لوسه؟ هي كانت كويسه جدا ما فيهاش طيب حاجه. طيب مش ممكن تكون جات لها وكان هفه كده؟ المفتاح بتاعي بتخش على طول. وبعدين ابوها كان هيبلغ فيها ان الشرطه نعم. فاخواتها قالوا سمعه سيئه لينا، ما ينفعش. طيب والله الامر معلق بيك يا حاجه سميه، وانت صاحبه الحق مش ربنا. ان اردت ان تعفي وتغفري فذلك خير، وان لم تريدي فلا حرج عليك. ولكن احنا من باب ان احنا كلنا ذنوب وكلنا عصاه وكلنا اصحاب مصائب وكبائر، فمن اتانا نادما مستغفرا. ده انا مسكت السلاح من ايديها ورميته في الارض، بس كانت الدنيا كلها غرقانة دم. ما اظنش ان هي كانت في وعيها، يعني يا حاجه ما اظنش ان هي كانت في وعيها خالص يا حاجه سميه. الله اعلم، الله اعلم. ما اظنش ان هي كانت في وعيها يعني. الله اعلم. فيعني اعطيها فرصه مره تانية، وربنا يديك العمر والصحه
واحمد الله على النجاة، العمر ليكي. وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان الشوكة، الواحد اللي بيشك شوكة ربنا بيكفر عنه، اما لكل طعنة انت خدتيها وكل نقطة دم نزلت منك وكل طلعت منك وكل غرزة خيطتيها، ده كله في ميزان حسناتك وفي اجرك ان شاء رب العالمين. ربنا يديك العمر والصحة ويبارك فيكي ويحفظك. اعفي ولكن ما تجيش لوحدها. ربنا يبارك فيك يا أمي، ربنا يرضيك، تسلمي.